السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأتطرق معكم قليلا عن النظام الجديد iOS 9 الذي لم يأتي بجديد. نعم، هذا النظام الذي قام بالتحديث إليه أغلب مستخدمي آيفون وآيباد وآيبود، ولكن هذا النظام لم أرى فيه يعني ميزة تذكر عن النظام iOS 8، بل أن iOS 8 أفضل بكثير، حيث أن النظام iOS 9 يأتي باللغة العربية معكوسة بالكامل في كل الهاتف. هذا الأمر الذي اعتبرته شركة أبل بأنه ميزة، وأصبح يعني هاتف آيفون والآيباد وهذا النظام يدعم اللغة العربية بشكل كامل حسب ما صرحت الشركة، حيث أن عندما تدخل إلى هاتفك الآيفون تجد أن الرمز بدل أن تمرر هكذا تمرر هكذا، وعندما يعني ترفع الكنترول سنتر تجد بأن الكاميرا بدل ما كانت في الجهة اليمنى أصبحت من الجهة اليسرى والفلاش من الجهة اليمنى. كذلك الشاشة الرئيسية التي توجد بها الصور والكاميرا والرسائل والخرائط والإعدادات وغير ذلك أصبحت من الجهة اليمنى. أيضا عندما تدخل إلى الإعدادات ستجد بدل أن كانت في الجهة اليسرى أصبحت من الجهة اليمنى. أيضا التغطية في سيتيوس بار عندما تجد البطارية كانت من الجهة اليمنى الآن أصبحت من الجهة اليسرى، بدل أن يفترض أن تكون هنالك التغطية فأصبحت التغطية من الجهة اليمنى، يعني الهاتف أصبح مشخبط وملخبط في بعضه لن تفهمه. ويعني حسب ما صرح الشركة كما قلت لكم يعتبر هذا الأمر قد أصبح يعني يدعم اللغة العربية بالكامل، ولكن الأمر أزعج أغلب المستخدمين، ولا أظن أنه يوجد مستخدم أعجبته هذه الخطوة وهذه الميزة الجديدة التي أعتبرها عيب بالنسبة إلي. الآن ما الحل حتى يعني ترجع إلى يعني تكون اللغة العربية غير معكوسة؟ فمن ناحية شخصية أتمنى لو أن الشركة قد قامت بوضع خيار في الإعدادات في هذا النظام، يعني تخيرك بأن تضع تجعل اللغة العربية مثل فايوس 8 أو بالشكل الجديد، فكان واجب عليها أو كان يجب عليها أن تضع هذا الخيار في الإعدادات لحتى يعني يعجب المستخدمين ولا تأتي لهم بعض الانتقادات أو الكثير من الانتقادات، لأن اللغة العربية بهذا الشكل لم تعجب أغلب المستخدمين. الآن كل ما عليك فقط هو أن تنتظر حتى تقوم الشركة بعمل تحديث إذا يعني أخذت هذا الانتقادات وهذا يعني الإزعاج للمستخدمين بعين الاعتبار، يعني فربما تضع تحديث 9.1 ترجع العربية مثل ما كانت، أو تنتظر إذا أصبح البريك فربما وأنا متأكد أنها ستصبح العربية مثل ما كانت iOS 9. الآن يعني إذا يعني لم يعجبك الشكل الجديد ولم تتعود عليه يمكنك فعل ما فعلته أنا بأن تغير لغة النظام هاتفك الآيفون أو الآيباد أو الآيبود إلى اللغة الإنجليزية حتى تتمتع بالأيقونات مثل ما كانت. فأنا كنت أستخدم اللغة العربية في iOS 8 والآن حولت إلى اللغة الإنجليزية بسبب الشكل المعكوس لم يعجب، كرهت نظام iOS 9 بسببه. النظام يعني بصفة عامة لا يأتي بجديد، لا يأتي بصفات تذكر، لا يأتي بأشياء يعني جميلة للغاية، فلا يختلف كثيرا عن iOS 8 إلا في بعض الإعدادات البسيطة. أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم، رجاء أن أعجبتك هذه الحلقة وأعجبتك يعني وجهة نظري عن هذا النظام وعن اللغة العربية المعكوسة. لا تنسى مشاركتها مع أصدقائك، كذلك لا تنسى الاشتراك في قناتي على اليوتيوب إذا كانت هذه أول حلقة لك لحلقات محمد الصغير ومدونة العالم الافتراضي. فقط بالضغط على زر سبسكرايب يظهر الآن أسفل الشاشة هنا على يمينك، ومن نقر عليه قبل إنهاء الفيديو للتوصل بجديد حلقات الشبه يومية. كذلك لا تنسى زيارة مدونتي th3bw.com، يوجد حلقات شبه يومية وكذلك تدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، إلى اللقاء.